السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين المتابعين، فضاضت أوقاتكم بكل خير. موقع روسي ينصح بشراء الدفاعات الجوية اليمنية، وإلى التفاصيل. قال موقع في كي الروسي راديو سفبو دنفا فعمول جوتا إنه حان الوقت لشراء الدفاعات الجوية لأنصار الله في اليمن. وذكر الموقع أن أنصار الله في اليمن هم الوحيدون القادرون على إسقاط طائرات الاستطلاع الأمريكية بدون ضيار. ووفقا للموقع، فقد أسقط أنصار الله في اليمن طائرة أمريكية بدون ضيار من طراز MQ-9 ريبر في سماء محافظة البيضاء، كما صرح بذلك الممثل العسكري يحيى سريع. وكان العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية قد أعلن قبل أيام أن منظومات الدفاع الجوي للقوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أمريكية بدون ضيار من طراز MQ-9 ريبر أثناء قيامها بمهمة عدائية في سماء محافظة البيضاء. وأضاف أن الطائرة بدون طيار أصيبت بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وأشار العميد سريع إلى أن هذه الطائرة هي الطائرة الأمريكية الخامسة بدون طيار التي تسقطها قوات الدفاع الجوي اليمنية منذ بداية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتي أعقبت تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة في أكتوبر 2023. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولن تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.